ولذلك المتأمل في أحوال الناس في مسألة بر الوالدين يجدهما على أربعة أصناف. الصنف الأول صنف بار في الحياة وبعد الوفاة، صنف بار في الحياة وبعد الوفاة، وهذا كثير ولله الحمد. فتجد الإنسان بار بوالديه في حياتهما، وإذا مات وصل بر الحياة بالوفاة، ولذلك بقي على هذا البر متبعا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني، أعاذنا الله وإياكم من هذا القسم، عاقين في الحياة وبعد الوفاة، قسم عاق في الحياة وبعد الوفاة، وهذا القسم نسأل الله السلامة والعافية موجود. ولذلك تجد بعض هؤلاء العاقين يعقون آباءهم في حياتهم ولا يتداركون هذا بعد وفاتهم، فيستمر العقوق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أشخاص بارين في الحياة، في حياة الوالدين، لكنهما عاقين بعد الوفاة، عاقين بعد الوفاة. وأنا أتعمد أستعمل مفردة عاقين بعد الوفاة، لماذا؟ لأن قررنا قاعدة قبل قليل بأن البر بر الوالدين ليس له نهاية، نهايته أن تموت أنت أيها الولد، نهايته أن تموت أنت أيها الولد. ولذلك هذا الصنف كثير بار في الحياة، لكنه إذا مات الوالد أما كان أو أبا نسيه، نسيه من الدعاء، من الاستغفار، من الصدقة وغير ذلك. القسم الرابع قسم عاق في الحياة ولكنه بار بعد الوفاة، وهذا قسم يصلح أن يطلق عليه أناس عقوا في الحياة فندموا وتفاجأوا بموت أحد الوالدين ولم ينتبهوا إلا بعدما حصلت الوفاة، فيحاولون أن يستدركوا شيئا مما مضى، ولذلك يكثرون من الدعاء لوالديهم والاستغفار والصدقة والزيارة، ويبكون كثيرا ويندمون طويلا، وهذا لا شك بأنه أفضل ممن يعق في الحياة وبعد الوفاة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أنهم كانوا يسألون عن البر حتى ولو بعد الوفاة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خصال أربع، هذا لا مفهوم له، وإلا وردت أحاديث كثيرة تشير أيضا إلى أنواع من البر بعد الوفاة، كما هي القاعدة التي نذكرها دائما في مثل هذه الأعداد.